أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العرب والعروبة، الجزء الثالث. العرب هم أهل عقل. قال الله في القرآن: قرآن عربي لعلكم تعقلون، أي إن القرآن أتى بلغة العرب لتسهيل العقل، لتسهيل فهمه، لتسهيل شرحه، لسهولة الأخذ به، لأنه هو القرآن دستور للسلامة، إنه الناجي، وإنه النذير من عذاب القبر، من عذاب النار جهنم خالدين فيها. ولذلك لأن العقل هو الآلة التي هي فيها السلامة، هي الشيء المنقذ من الهلاك. إن العقل يأمر بالخير وأخذ الخير ورفض الأذى والعي والتعب. ولذلك عندما يأتي القرآن ويأتي الدين الإسلامي بلغة العرب، فيه منفعة تسهيل العقل، إنه يخاطب العقل فيسلم الناس ويعبدون الله، الخوف من النار وحبا في الجنة. فالعقل لذلك هو آلة السلامة. والعرب هامتهم العرب، العرب هامتهم العقل. هم شعب من الشعوب الإنسانية الستة: العرب، الأفارقة، والأوروبيين، والفرس، والهنود، والصين، وسادسهم العرب. ولكل شعب إنساني هامة ومميزة تميز أرضه وغارته وشكله ولسانه وعاداته وتقليده وشعبيته. والعرب شعبيتهم العقل، اللي هو الإقرار إلى العقل في الحب الزيادة والخير ونكر السوء والأذى. ولذلك كل الأفعال والاختيارات العقلية وما يؤيد العقل من فهو الشعبية العربية والاختيارات العربية في حياتهم، في أشكالهم، في أرضهم، كلها للتذكير بالخير والنهي عن الشر. يعني أغلبية بلاد العرب صحراء، رمال، تراب، والتراب فيه معنى العطاء، لأن التراب هي البر وهي الثرى، هي الكثير، ولذلك تذكر بالأخذ الكثير. وأرض العرب فيها شجر البلح، البلا، يعني البلا، البلاء حسن. البلا هي، البلا هي إنه الشجر التي أعطيت لمعنى العطاء، وفيها الجمال، الحيوان الذي فيه يجي أمله، الذي أعطي ووعى وكذا. فكل شيء في غارة العرب تؤيد إلى معاني العقل والأخذ ورفض السيئة. فالعقل مهم لذلك، لأن العقل هو يبعد عن الأذى ويأتي بالخير، ولأن الخير يؤيد إلى الحياة واستمرارية الحياة، والأذى يأتي بالحوادث بالمرض ويأتي بالموت. لذلك أهمية العقل، ولذلك فخر العرب في كونهم إنهم عرب أهل عقل، ويلبسون العقال أو العمة، والاثنين فيهم معاني العقل ومعاني الفهم. فأهمية العرب وأهمية كشعب إنساني وأهمية العقل والعروبة مهمة، لأنه الفكر السليم يأتي بالخير واستمرارية الحياة، والفكر السيء يأتي بالمرض وبالموت. ولذلك أهمية العقل وأهمية العرب والعروبة. وتاريخيا في الإنسانية لم يكن في شك في ذات العرب أو هوية أو همة أو في أهمية العقل في الإنسان، أو كون الإنسان كائن عقلي فكري، أو فكر الإنسان إنه كون التفكير فيه وحسن الاختيار وحسن الفهم والمخاطبة واللغة، و كل هذه الفئات في النموذج الإنساني، الكائن الحيواني الناطق، الذي وأحيانا يسمى الإنسان كائن حيواني ناطق.
العرب همتهم إنه الإنسان هو إنسان، ولذلك الفكر الإنسان العربي فكر راقي عن الإنسانية، في كون الإنسان إنه يكون فيه التفكير ويكون فيه حسن الاختيار ويكون فيه حسن الفهم وحسن التعامل مع الناس واستمرارية الحياة ويكون في العافية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اسألوا الله العافية، والعافية هي استمرارية السلامة في الإنسان، والعافية هي ضد المرض والموت. ويعني من طريقة لفهم أهمية العقل في الإنسان هو فهم نقص العقل، الضرر من نقص العقل، فقد العقل، الخراب في نقص العقل. فيعني الإنسان عندما يكون ما فيهم حاجة بيشعر بارتباك، يقول أنا في حيرة، وحال الحيرة الحاجة دي كده ولا حاجة دي كده. الحاجة مرات من الخبص حتى، إنه الإنسان لما نعمل أعمال تكون شريرة، صعب معرفة الخطأ فيها أو يكثر الخطأ فيها حتى يصعب إصلاحه، فكل هذه الأشياء من الشر. أما الإنسان لما يكون الحاجة واضحة والحاجة تفهمت بسهولة فهي من الخير والطيبة. ولذلك العرب في صفاتهم كناس إنهم ناس طيبين وناس خيرين، ناس يعني مشهورين بوصل الرحم وأنساب وزواج أولاد العم واحترام الكبير والرحمة بالصغير وحب الولادة والأطفال. فهذه الإنسانية الطيبة في الكائن العربي يأتي من هذا، من سلامة العقل والاحتفال بالعقل وبترجيح العقل والفكر العاقل على الفكر الحر والفكر الغير مفهوم والفكر الشرير والفكر الخاطئ. فمن معرفة إنه الحيرة، الزول لو ما عارف الحاجة، ما فهم الحاجة، الحاجة دي حيرته، الحاجة دي، فباستنباطا من حال الأذى في الحيرة الإنسان ممكن يفهم الجنون، والجنون هي حالة بتاعت حيرة أكبر، حاجة في حالة بتاعت عدم فهم أكبر من الحيرة العادية التي تكون عندما يكون في جهل، في جهل أو الحاجة ما تفهمت أو الحاجة ما عرفت أو الحاجة لم تفطم، يعني لا ما تعرفت هي كذا أو كذا. فهذا الحال من حال الحيرة فيه أذى وفيه مشقة في العقل، ولذلك الجنون يعتبره الناس السليمين في العقل يحنون يعني ويتأذون ويرأفون ويعني يرون المشقة مع هذا الإنسان الفقد العقل المجنون، لأنه استنباطا من أنه فقد الحيرة وعدم الفهم فيها أذى وفيها مشقة. فلذلك الجنون هو حالة كبيرة من عدم الفهم والجهل والحيرة والارتباك والفتنة. فالإنسان فالمجنون لا يميز بين الشر والخير، فالمجنون يضارب الناس يأذيهم، والمجنون لا يريد أن يعمل ولا ينتج ولا يصنع. ففقد هذا العقل الآلة الجميلة التي تأتي بالخير وتمنع من الشر في المجنون. ولذلك الجنون حالة يعني مؤسفة، إنه الإنسان يكون مجنون فاقد للعقل ده حال مؤسف جدا، حال بتاع خراب وحال بتاع فساد وماشي هين. ولذلك حتى المزاح بالجنون فيه من السفاهة وعدم يعني فهم يعني شدة أذى المجنون والحال الذي يمرون به الناس الذين هم في حال الجنون. فالإنسان عندما لا يكون عقله غير سوي مرتبك في حيرة ممكن يخطأ، ممكن يشيل الحاجة الخطأ. يعني قيل إنه سيدنا موسى عليه السلام أتته اللكنة أو التمتمة أو اللهجة الفلسان، لأنه في لمن أتى به في بيت فرعون، فرعون رأى فيه
العلامة إنه هو حيفقد ملكه له، لأنه جراه من سبيبة دجنو، نتلو كده من سبيبة دجنو. وكان في كهنة من قبل قالوا له الطفل يولد ويعني ينتف دجنه، حيكون هذا الطفل يدمر ملكه. فأراد أن يقتل موسى، فالسيدة آسيا بنت عمران قالت له: هذا طفل لا يميز، لا يفرز بين الجمرة والتمرة. وفرعون من شدة ضغينته قال لهم: آتوا بالجمرة والتمرة. فلما أتوا بالجمرة والتمرة، سيدنا موسى بدل عايز يشيل التمرة، قيل إنه الله أنزل ملك، فزح يد سيدنا موسى من التمرة إلى الجمرة، فأخذ بالجمرة فوضعها في لسانه، فكان منها هذا الـ حتى في كبره هذا اللهجة. وذكرت في القرآن: قال هارون أخي، يعني افصح مني لسانا. فهذا الارتباك بين تمييز الخير والشر في سيدنا موسى. وقيل إنه سيدنا، فهو يعني فيه حكمة لفهم العقل، يعني وفهم إنه التميز بين الخير والشر، بين التمرة الفائدة الأكل الطعام السمرة، والتمرة يقصد بها البلحة، والجمرة ويقصد بها الجمر، ويقصد بها النار، ويقصد فيها الفحم الملتهب الحمرة. يعني التميز بين الخير والشر. فسيدنا موسى نجاه إنه الملك، يعني كأنه طفل عملوا له كحل في وجهه، حتى وغلع سيدنا عثمان رضي الله عنه وضع الكحل على وجه طفل جميل حتى لا يصاب بالعين. فنفس الشيء سيدنا موسى، حتى يثبت انه طفل لا لم يقصد في نتف اجر الدجن بتاعت فرعون، اخذ الملك بيده الى الجمر وليس الى التمر، فازته الجمرة، ولكن لم يأذيه فرعون وقتله كما قال له الكهنة أن يفعل، حتى لا يدمر له الطفل من مملكته. فالتميز بين الخير والشر هو العقل، والعقل هو هامة العرب، فالعرب يغرون إلى العقل، رضيانين بالخير الذي يأتي به العقل. فالعرب بالشهر وبكل أنواع العقل، الشهر بحب الطيب والعطر والعود والصندلية والمسك، والعرب اشتهروا بلبس الذهب وبلبس الفضة والنحاس في الزينة، واشتهروا بلبس الحرير، واشتهروا بحب الخير، يعني كل أنواع الخير التي هي في الدنيا من ذهب وياقوت. وقيل إن السيدة عائشة كان لها عقد من ياقوت سوداء يسمى العقيق اليماني. فالعرب اشتهروا بحب الخير وحب الفهم، الشعر، وحب القصص الخيالية التي فيها عجب للعقل، وكله إلحاح وتأييد وإغرار إلى إن العرب هم أهل فكر، وإن العرب هم، ويقولوا إنه في العرب الإعراب، أو ويقصد بالإعراب الناس الكثيرين في العروبة. فكل العرب حاضرهم وبدويهم هم عرب، وهم قبائل متشابهة، وقبائل كلها ترجع إلى أنساب العرب. ولكن يقال إن البدو الذين اختاروا الإعراب اختاروا الحياة البدوية التي فيها تأييد أكثر للفكر العربي، لأنهم يكونوا يرضون إنه بالأهل وبالعيشة في الخيام في البساطة، وليس الحضار والتمدن والرقي الذي فيه إصلاح الشر، لأنهم يرون إنه في العقل السليم لا يأتي بالشر، فهم محصنين يعني من معاني الأذى، ويندر فيهم المشاكل، ولذلك يقدرون على عيشة البدو وإن صعبت. ف ال ال ال
العرب البدو، لذلك شهر فيهم على ما العروبة أكثر، ويقولون إن البدوي فطن وسريع بديهة، وهو التميز إنه حتى بيناتهم العرب بين الحضر والبدو يرون أنفسهم أهل عقل، وإنهم يمتازون إنه بجمال الفكر البداوة. يعني حتى العرب الحضر والحضر يرون الجمال في العيشة البدوية، العيشة العربية الأصيلة التي فيها يقوى معاني العروبة. فلذلك ويمدحونهم إنهم ناس ينشطون عقولهم وعقول أطفالهم، ولذلك فيهم سماحة الفطانة، والفطانة نوع من أنواع الفهم وأنواع العقل، والسريع البديهة سرعة الفهم وسرعة التفكير وسرعة الخيار وحل الألغاز، فكله من جمال العقل البدوي والعقل العربي الذي شهر من معانيه بين الناس.